رجعنا لكم مشاهدينا الكرام وفي قناة كارتاج بلوس، مواصلين معكم في سهريتنا الليلة، سهرية الأحد على قناة كارتاج بلوس في برنامج الصحة هي الكل. مواصلين معكم في سهريتنا وفي فقرتنا هذه هي صحتك عنيت، كل مرة نستضيف فيها أحد المؤثرين أو المؤثرات اللي اختار من المجال الصحي محور الحديث نتاعه ومحور المحتوى اللي قدم فيه. لهذا وأكثر سعادة جدا بحضورها معنا وقبولها دعوتنا مدام فيدال عايشي، قابلة وأخصائية رضاعة طبيعية. مرحبا بك وصح شريط. عايشك عليك الصحة. شكرا لك نجلة. دونك ضيفتنا الليلة اي هي فيدال عايشي، هي قابلة صحيح وأخصائية رضاعة طبيعية وزيدة مدربة معتمدة للتحضير للولادة، صحيح ولا صحيح؟ دونك أبار هذا شنو نجم نعرفوا عليك؟ هذا هو، أنا أول ساجفام في تونس مختصة في الرضاعة الطبيعية ونخدم أدوميسيل، معناتها النساء الحوامل اللي عندها مناس، معناتها عندها خطر ولادة مبكرة، تبدا هي في الدار، نعملوها الارسياف معناتها دقات قلب الجنين نعملوهم في الدار ونبعثوهم للميدسا نتاعها، ونعملو تحضير للولاده وتحضير للرضاعه الطبيعيه وسويفي بوست ناتال، معناتها كيما الهوم كير موجود في العالم الكل، في تونس فما كان تاعي انا تاع فيدي. دونك انت وقتاش انطلقت انه تهبط لي فيديو على لي روزو سوسيو ويمكن تخاطب اكثر الفئه نتاعك اللي هي نساء، وقتاش وكيفاش؟ عندنا عامين تقريبا ملي انا خدمت، انا بروموسيون 2016. دونك خدمت في، عملت بينيفولا في اوبيتال معناتها في سي اش يو، ومن بعدك خرجت البرا قريت عام وليت معناتها بريست فيدينغ سبيشاليست معناتها اخصائيه رضاعه طبيعيه، ومن بعد رجعت خدمت في الكلينيكات، ومن بعد عندي عامين خرجت وليت وحدي، عملت اول معناتها هوم كير في تونس اللي هو نخدمه يعني كيما قلت لك نخدمه ادوميسيل، معناتها الفكره انه المراه اللي عندها مشكله في الرضاعه الطبيعيه ما تسكتش وما تقولش راهو مثالش وعادي وتو تنستانس وهذاك العادي، ليه راهو اذا كانت موجوعه مادام وانت ترضع في صغيرك فما مشكله لهنا، فما اخصائيه رضاعه طبيعيه هي تنجم تحلك المشكله نتاعك وترضع اون توت سيكيوريتي من غير وجيعه من غير الم، معناتها المفروض تكون هذيك وقت باهي ما تبقاش مفجوعه وقت اللي ولدك باش يفيق يرضع. مشاكل الرضاعه الطبيعيه الكل عندها حل، ديما نقول لهم برك استشير مختص. هذا هو. مدام فداء كيفاش تختار مواضيعك اليوم وكيفاش توفق ما بين خدمتك وما بين مواقع التواصل الاجتماعي؟ هما الاسئله ديما يجيو في الانستغرام مثلا، تقول لي معناتها الاغلبيه نحط لهم انا بوكس مره في الجمعه نحاول نجاوب على اغلبيه الاسئله وهما يقترحوا المواضيع، مثلا تقول لك تو كيما توا تقول لي فداء حكينا شويه على البخولابسوس كيفاش يصير، والا على المشاكل اللي ممكن يصيروا بعد الولاده الطبيعيه، خاطر انا ديما نشجع فيهم على انها تولد باغ فوا باس ونقول لهم شنو المنافع نتاع الولاده الطبيعيه، فهي ساعات تجي تقول لك امراه احكي لي شنو هو الحاجات اللي ممكن يصيروا لي اذا كان مع الحاجات الخايبين معناتها اللي ممكن يصيروا، والا احكي لي اذا كان صغيري جاه جونيس، اذا كان مزاج في الميزان، اذا كان حليب ينقص، اذا كان ما نعرفش اذا كان صيام رمضان اثر عليا شنو نجم نعمل، فالاكثريه المواضيع هما العبيد هي اللي تقترحها معناتها. تري بيان، هكا تختار مواضيع. كيفاش كان الفيدباك نتاع الناس؟ يمكن خاطر يقول لك العلاقه ما بين المراه والقابله نتاعها والا اخصائيه الرضاعه الطبيعيه تقعد خلينا نقولوا في السبيطارات والا في الكابيني، اليوم نلقاوها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيفاش كان الفيدباك نتاع الناس؟ هو الفكره من الاول كانت انه المواضيع اللي مش مطروحه برشا هي اللي باش معناتها المواضيع اللي فما مشاكل تواجه مشاكل للنساء الامهات الجد خاصه والا الحوامل اللي عندهم برشا اسئله عليهم، باش يكون فما اجوبه في الانستغرام معناتها باش يكون الاجوبه للناس الكل، باش تكون متاحه من انسان مختص، خاطر الانستغرام كيما نشوفوا فيه الناس الكل معناتها تنجم تولي انستغراموز تليفون وحكي كيما تحب معناتها من اطار الفكره نتاعك انت ولا التجربه نتاعك انت. هذا يعمل برشا اغلاط ولا برشا فكره خايبه للنساء، والا نجم هي تبدا هي مثلا حليبها شويه ولا دخلت حليب الحكه خاطر تحس اللي حليبها ناقص، وتجي تشوف تلقى شكون يعبي في زوز بيبرونات هكا تك تك تقول شبيني انا مش كيفها. لهنا قلت انا الفكره طلعت انه ننشر لهم المعلومه الصحيحه بيسك انا مختصه في هذا، فنعطيهم المعلومه الصحيحه من عندي انا خير من اللي ياخذوها من عند اي حد اخر. دونك هو المحتوى نتاعك موجه اكثر للنساء ولكن زاد نورمالمون الراجل زاد امبليكي في الموضوع مهم من فما 15% وفات الرجال اللي هما الاكثريه يشوفوا نساهم، خاطر ساعات توا يكلمني الراجل يقول لي مدام في دايره ومرتي ولدت عندها ثلاثة ايام مثلا وال دي بريم وقال البيبي مش قاعد يرضع بالكدا ماذا بيا تعمل لي كونسلتاسيون ا دوميسيل على خاطر المراه قاعده تتعب. فالرجال حتى الرجال اللي قاعدين يتبعوا في الانستغرام يتبعوا على خاطر نسيهم معناتها، خاطر ساعات تقولي في دايره هو راجلي هو اللي بعث لي الريل نتاعك اللي يحكي مثلا على بيك دو كواسونس، فخلي لي راهو ولدك ماهوش جيعان انما راهو هذه بيك دو كواسونس وعادي معناتها جوست لازم اصبر وكمل وكل، فهي الفكره انه ننشر المعلومه الصحيحه. فما الوعي اليوم موجود بالنسبه شوي بشويه تيولي
بشوي بشوي اكثر عند النساء والرجال مازالوا هكا يمكن ما يدخلوش برشا في المواضيع هذه، يمكن يقول لك انا ما يهمنيش برشا هكا المراه هي تتبع الرجل. ليه فما تولي وليوا وهما بيدهم يحبوا يعملوا حصص تحضير الولاده مع نساهم، معناتها فما انه كيف معناتها وليت حاجه مش حاجه جديده اما حاجه وليت يعملوا فيها الناس الكل، انه الراجل يحب يحضر مع مرته في حصه التحضير للولاده، يحب يعرف شنو هو الدور نتاعو هو في الولاده نتاع مرته، كيفاش ينجم مثلا في السيونس تاع البريباراسيون لليتما كيفاش الديماراج باش يكون، وهو شنو هو الدور نتاعو باش يكون معاها، معناتها كيفاش باش يقسموا لي تاش. ساعات تقول لي معناتها اخر سيونس عملتها لو بابا خلي في دي وريني كيفاش نبدل الكوش خاطر انا بدي نحب نعاونها. احنا ديما نقول مدام راك انت الدور نتاعك ليمت له لين انك ترضع صغيرك وترقد معاه باش لما يفيق هو معناتها باش ترضعه معناتها كونتينيو خاطر لازم، والحاجات الاخرين اقسموهم حاولوا اقسموهم مع بعضكم. دونك لهنا الرجال ولاو يحبوا يبدوا معناتها الكوش معناتها ويحبوا يعاونوا، وهذاك علاش معناتها احنا مجعوله الانستغرام هذاك علاش مجعول باش يعطيهم الفكره الصحيحه وباش يعاونهم كيفاش، ولي سيونس هيك علاش مجعولين معناتها. مدام فداء انت اكيد الانستغرام تاعك ولا الفيسبوك ولا المحتوى اللي تقدم فيه في برشا معلومات مهمه برشا ومهم انه نحكيوا عليها، ومش كان نساء هما البوبليك سيبل نتاعك حتى الرجال والعائله بصفه عامه في اطار التشارك وكل شيء، دونك لازمهم يهتموا بالمحتوى العلمي اللي تقدم فيه. شنو هي اهم نصائح اليوم انت اللي تقدمها للعائله بصفه عامه للمراه والا للراجل، لكل مراه قابله على الولاده مستقبلا؟ باهي طيب، أول حاجة صعب ندخلهم لونكسيتي أو الخوف من الولادة راهو حاجة عادية، لأنك خايفة من حاجة ما تعرفهاش، دونك الخوف من المجهول راهو عادي، احنا باش نغلبوها الخوف هذا شنو لازم تعرف، إذا كان أنت عارفة روحك علاش قادمة، نسبة كبيرة من الخوف هذا باش يتنحى، دونك ديما أنا نقول لهم ثقف روحك من مصدر موثوق، هذا يخليك الخوف من الولادة باش ينقص، الخوف من اللي ما بعد الولادة باش ينقص، خاطر باش تعرف شنو باش يصير، باش تعرف شنو التحديات اللي ممكن يواجهوك شنو هما مثلا، وكيفاش الطرق والسبل العلمية المجعولة باش يعاونوك باش نجم تتعديها المرحلة هذه اللي هي مرحلة باهية برشا. باش تعديها معناتها في حياتك وكا. تري بيان، مهم برشا كلامك اللي تحكي فيه، ومهم جدا سورتو نقطة اللي قلتها هو أنك تاخذ معلومة من الشخص المختص، لانه الحقيقه مالوغوزمون ناخذ ونلقاو اليوم لي بريجوجي موجوده بارتو، وساعات اخبار غالطه ومعلومات خاطئه يقدموا فيها ويقولوها الناس لبعضهم، نلقاوها على مواقع التواصل الاجتماعي، نلقاوها حتى في الشارع التونسي، وبالتالي مهم جدا انه نهتموا وناخذوا المعلومه من المختصين. مشكوره جدا وشكرا ليك مدام فداء العياشي، قابله واخصائيه رضاعه طبيعيه في تونس، برغم وانه الاختصاص هذايا ما شفناش منه برشا الحقيقه، ما عندناش منه في تونس برشا، وان شاء الله نشوفوا منه في تونس. مشكوره جدا على حضوركم معنا، ومشكوره جدا على المحتوى اللي تقدم فيه، ونتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق في مسيرتك المهنية.